بيكم جميعا في يحدث في مصر ويحدث في العالم. ليه؟ لأنه زي ما كنت بقول لحضراتكم قبل الفاصل مباشرة، كلنا دلوقتي مش عايدة على المجتمع ده بس، كلنا عايدة على 100 بلد، 100 مجتمع في العالم كله بيمر بظروف حظر وإغلاق، سواء كان على مستوى كلي أو على مستوى جزئي. كل الناس اللي قاعدة في بيوتها دلوقتي بتدور على حاجة تصرف فيها طاقتها، حاجة تعبر بيها عن قلقها أو خوفها أو حتى هواجسها. أنا بقالي 24 ساعة ابتدت ألاحظ إن أنا بغسل إيديا زيادة عن اللزوم، يعني لما بمسك أكرة أوضة نومي بروح غسل إيديا مع إنه محدش تعرض لها غيري. إزاي تتعامل مع الهواجس دي؟ إزاي تفهم أطفالك إنه في تحدي وإن عليهم إنهم يقبلوه ويستسلموا ليه بطريقة أو تانية؟ إزاي تقدر تحتفظ بتوازن نفسي في لحظة العالم كله بيتعامل معاها علشان تفضل قاعد في البيت لكن بشكل متوازن وبصحتك النفسية اللي مهمة زيها زي صحتك الجسدية، زي صحتك أو صحتك الطبية التقليدية اللي احنا عارفينها. اللي هيساعدني في الإجابة على الأسئلة دي بقى دكتور محمد مهدي، موجود معانا النهاردة طبعا، أستاذ الطب النفسي في جامعة الأزهر. برحب بحضرتك معانا. أهلا أستاذ شريف. أهلا وسهلا. قادر تتوازن نفسيا أو عيلتك قادرة تتوازن نفسيا مع القعدة الإجبارية في البيت؟ بنحاول، يعني انه طبعا ده شيء جديد على الناس انها تتحبس فترات طويله كده في البيت، انما هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان وعنده القدره على التكيف مع كل الظروف. ايوه بنتخض في الاول على انه حاجه مش متعودين عليها، لكن بعد شويه بنقدر ان احنا نتكيف وندير القعده في البيت بشكل ما. وده يعني على فكره بقى في مواقع دلوقتي اجنبيه، لان هم الناس اللي قعدوا في البيت قبلنا عانوا منها، فبقى في حتى مواقع بتقول للناس تعملوا ايه وانتوا قاعدين في بيوتكم. بس انا رايي ان كل اسره ليها الخصوصيه بتاعتها، يعني في ناس مثلا هيتبسطوا في قعده البيت ان هم هيلعبوا رياضه، في ناس هيقعدوا يلعبوا اي العاب من اللي كانوا بيلعبوها مثلا في المصايف، في ناس هتقعد في البيت تقرا قران وتصلي، في ناس اشترت طاوله وفي ناس اشترت فازل وفي ناس اشترت طاوله ومش عارف ايه وشطرنج وكلام من في ناس هتقوم تدخل المطبخ مع بعضها كده ويقعدوا يعملوا حاجات في المطبخ بيحبوها. فكل أسرة هتبدع الحاجات اللي بتحبها وتخلي الوقت يعدي كويس. يعني حضرتك قلت شعار جميل جدا، بيتك حياتك يساوي حياتك. يعني يا ريت يعني نتنقل كمان خطوة أكتر، بيتك جنتك. ازاي البيت ده نخليه جنة في الوقت بتاع الحظر؟ ما هو ازاي تفصل نفسك عن الظرف المتوتر الكبير جدا للبلد كلها بتمر بيه، والعالم كله بيمر بيه. ده صحيح. الجهات المهتمة بالصحة النفسية، وانا بشكر حضرتك انك اهتميت بهذا الجانب، ليه؟ لانه الناس مشغولة بغسيل الايد بالمية والصابون وبالكمامات وبالتطهير وده كله كويس، والعزل الاجتماعي والتباعد الاجتماعي كل ده كويس، انما الاهتمام بالحالة النفسية قليل جدا، او بالصحة النفسية. مع انه حضرتك ايه تعرف انه ده خط دفاع اساسي في مواجهة الفيروس قوي جدا. ليه؟ لأنه الفيروس حتى الآن ما فيش مصل ولا في لقاح ولا في علاج نوعي. الحاجة اللي بتقاوم الفيروس دلوقتي لو أنه دخل في جسم إنسان هو جهاز المناعة. جهاز المناعة ده يعني غاية في الأهمية، هو اللي يحدد درجة إصابتك، حدة إصابتك هو اللي يحدد بقى. ليه بقى؟ أنه حوالي 96% بيصابوا وتعدي الأمور وكأنه ما حصلش حاجة. 2% بيحتاجوا يدخلوا مستشفى او يدخلوا عنايه مركزه. 2% بيموتوا. طب شوف ال 96% دول اللي حماهم جهاز المناعه باذن الله، جهاز المناعه. فجهاز المناعه ده بيبقى في احسن حالاته لما تكون متوازن نفسيا. بس يعني معلش تكون مستقر نفسيا. دايما الواحد